اهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني من سهرتنا الليله من الجزيره مباشر مصر، ونخصصها للوضع الامني في مصر. هل يمكن تحقيق التوازن بين امن المواطن وبين حريته في الاحتجاج والاعتصام؟ هل الشرطه المصريه مؤهله لمواجهه التحديات الامنيه الكبيره ممثله في تشكيلات عصابيه، في عدد ضخم من الاسلحه متوافر في الشارع المصري الان بحسب رئيس الوزراء 10 مليون قطعه سلاح، بحسب خبراء امنيين اقل من ذلك او اكثر؟ هل ايضا طبيعه التشكيلات العصابيه والتهريب والمخدرات والجماعات ايضا التي تحسب على التيار الاسلامي الجهادي، هل هذه التحديات الشرطه قادره على مواجهتها بما لديها من معدات ضعيفه ومن عتاد يعني بالي بسبب قدمه وعدم الانفاق عليه لفتره طويله من الزمن؟ هذا ما نناقشه الليله في هذه السهره، وارحب بضيفي الكريمين اللواء محمد نور الدين مساعد اول وزير الداخليه الاسبق لشمال وجنوب ووسط الصعيد، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بعلي. والاستاذ احمد سيف الاسلام حمد الناشط الحقوقي وعضو السابق في المجلس القومي لحقوق الانسان، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. لكن اسمح لي قبل ان نبدا النقاش ان نستعرض بعض اللقطات التي سجلت صباح اليوم من الاشتباكات امام قسم شبرا الثاني في محافظه القليوبيه. إذن كانت هذه لقطات من أمام قسم شرطة شبرا ثاني صباح اليوم فجر اليوم. سجلت، سمعنا طلقات نار، سمعنا، رأينا مصابين ولا نعرف عدد أن كان هنالك قتلى أم لا. لكن قبل أن نبحث في التداعيات الأمنية في مصر الآن قبل الذكرى الثانية لثورة 25 يناير، نريد أن نعرف من سيادة اللواء محمد نور الدين، هنالك 5 قتلى في أحداث شبرا. سيادة اللواء، يعني أنت كرجل أمن كيف تقرأ ما رأيت الآن على الشاشة؟ انفلات أمني راجع لضعف إمكانيات وقدرات ضباط وأفراد الشرطة اللي فرضته عليهم الأحداث والنظام. بمعنى أن القوات دي اللي خسرته في حرق 99 اسم والإمكانيات المادية اللي كانت يا دوب على الأد موجودة واتحرقت ولم تعوض بإمكانيات أخرى، أصبحت القوات بتشتغل دلوقتي بحاجات تضحك، يعني إمكانيات غير مقبولة خالص أمنيا. شوف حضرتك، مهمة الشرطة دائما في المنع والكشف. جهاز الشرطة المصري شاطر جدا في الكشف. ليه؟ الكشف ده قائم على عقلية ضابط أو فرد وتحريات وخبرات تراكمية، مش عايز إنفاق خالص، عايز تدريب.
تدريب، والحمد لله معاهد التدريب عندنا سواء بتاعت الافراد او بتاعت الضباط او حتى بتاعت المجندين شغاله كويس جدا جدا وبتدرب، ولدينا من عدد السكان كبير 85، يعني عندنا جميع الانشطه الاجراميه بتمارس في كل حته، فدي بتدي خبرات تراكميه غير عاديه لجهاز الامن المصري بتاعنا. بس مش هو ده المطلوب، بس اجراءات المنع، يعني انا كراجل مواطن عادي ما يهمنيش قوي انك تجيب لي اللي قتل اختي او اللي اغتصب مراتي، انا يهمني انها لا تقتل او لا تغتصب اصلا. فعشان لا تقتل ولا تغتصب اجراءات المنع دي عايزه دوريات راكبه، وعايزه افراد، وعايزه عربيات فيها لابتوب ووسائل اتصال، وعايزه كاميرات، وعايزه انفاق. الامن مش عايز فهلوه، الامن عايز انفاق، انفاق بقدر الاتساع العمراني المكاني. في عندنا طرق كبيرة جدا جدا استحدثت، الطريق الدايري، المحور، الحاجات دي، الطرق الصحراوية دي كلها لم يقابلها زيادة في الإمكانيات المادية بعربيات لتأمينها، دوريات لتأمين هذه، ولا الأفراد ولا الأسلحة. فأنت عمال تزيد عدد الشعب وما بيزيدش جهاز الشرطة زي ما هو، زي ما هو كذا، و30 ألف ضابط، الأفراد أقل من 500 ألف، المجندين حوالي أقل من كده بنص العدد ده. هوت يعني حضرتك بتقول ان الشرطه في وضعها الحالي غير قادره على مواجهه التحديات العاديه اللي هي من ناحية الجرائم العاديه في الظروف العاديه، اذا اتكلمنا فما بالك بالتحديات الجديده. اذا اتكلمنا من ناحيه قدراتها الذهنيه والتخطيطيه وتصوراتها الامنيه وحلولها الامنيه موجوده في رؤوس القيادات الوسطى والكبرى والصغرى، وفي ايجابيه، وفي ناس نفسها تقول بالظبط كده. عارف فاكر قوات الجيش المصري بعد 67 لما كانت نفسها تقول مش انا السبب في النكسة، نفسي افراد وضباط الشرطة يقولوا مش احنا السبب في اللي حصل، بس ادينا الامكانيات. قواتنا في 73 لما حربت بامكانيات، ما حربتش بالاسلحة اللي اتكسرت في 67. احنا عايزين امكانيات كويسة. اللي حصل في شبرا الخيمة مأمورية عادية جدا جدا من 2 ضباط وردت لهم معلومات في اسم تاني شبرا الخيمة ان في سين وصاد من الناس، واحد بيبيع برشام واحد بيبيع حشيش، ركبوا توكتوكين وخدوا 5 افراد ونزلوا لقطوا الاولاني معاه 300 قرص ابتريل اللي الناس اللي المجرمين او المسجلين بيقولوا عليه الزبادي بيغيبهم عن الوعي، والتاني مسك واحد الواد التاني مسجل ب 80 جرام حشيش وماشيين بيهم ومعروفين ان هم ظباط، يعني ظباط المنطقه، وماشيين بيهم بالتوك توك. خرج اهليه احد تجار المخدرات بسلاح حاول يهرب الفرد بتاعه منهم، ضرب على القوات، قوات بدلته ضرب عليهم بنار والقوات بدلته ضرب النار. مواطن بريء عادي واقف بيتفرج في البلكونه جات له طلقه، الله اعلم هي طلقه من اهليه تاجر المخدرات ولا من افراد الشرطه، ده هيثبتها ويبينها التحقيقات والنيابه والطب الشرعي والعيار والكلام ده كله. تجمع الناس كلها وراحوا، وتمكن الضباط والقوات من انهم ياخدوا تاجرين المخدرات وروحوا بيهم على القسم. تجمع أهلية المجني عليه البريء اللي هو في البلكونة ده قدام القسم، وتجمعت بعض القيادات الشعبية والتنفيذية من أهالي المنطقة، ومنهم ناس سلفيين ومنهم ناس من الحرية والعدالة، وانتقل مدير البحث وبعض قيادات الأمن في مديرية أمن الألوبية لاحتواء الموقف. تفهم أهلية هذا المجني عليه البريء للموقف، وانه حادث قضاء وقدر، وانه محدش كان يقصد قتله سواء من اهليه تجار مخدرات ولا من الشرطه. وقالوا بس احنا مصرين نعمل محضر ونتهم الضابط فلان الفلاني من الاثنين. الضابط ده يعني ضخم الجثه شويه وهو معروف بنشاطه في المنطقه هناك، فهم اتهموه. قالوا اوكي، قيادات الشرطه قالت لهم اتفضلوا اعملوا محضر. وقفوا في تجمع قدام القسم واقفين بيتكلموا معاهم. في وسط هذه الوقفه والاقناع فوجئوا بالصوت اللي انت سمعته في بداية بتاعت صوت مدفع جرينوف. جرينوف ده السلاح الرئيسي لجماعة المشاه في الحروب. جرينوف ده بيضرب طلقة كبيرة جدا جدا بيحدث وفاة على طول، ما فيهوش شفاء، ضرب في اتجاه القسم على طول، وقع فرد برج المراقبة واخد طلقة من الظهر، حتى ضربه من ظهره، يعني هو مش كان بيضرب عليه ولا حاجة، ضرب دخول من الظهر وخروج من البطن، توفى على الفور. وبدأ بعض الأفراد التانيين يشجعوا جنب الجرنوف يضربوا بخرطوش، غفير تاني خد خرطوش في وشه ووقع. وبدأت عملية محاولة اقتحام للقسم. مدير المباحث لما كان انتقل والقيادات لما كان انتقل كانوا جابوا ضباط من بعض الأقسام المجاورة معاهم مباحث قسم أول ولا قسم تاني الشبرا، حاول يحط المداد اللي بيتحط بتاع المرور دهوت علشان خاطر الثاقب دهوت اللي يضرب الكاوتش من الدخول، ضغطوا عليه ووقعوه
اصيب ببتر لما انتقل المستشفى ببتر في صباعين والبنصر والخنصر، وبدات عمليات اشتباك استدعت قيادات المديريه. الامن المركزي جه وكانت صادره له تعليمات واضحه من وزير الداخليه بمنتهى واقصى درجات ضبط النفس، مش عايزين خسائر في وسط المواطنين، مش عايزين خسائر. فكان موجوده القوات وبتحلق من هنا ومن هنا، بدات الناس او السائرين او البلطجيه واهليه البلطجيه اللي جوه يولعوا في كاوتش وقطعوا الطريق، وقطعوا الطريق يمين وشمال وحرقوا كاوتش يمين وشمال، وكانوا بيحاولوا يحرقوا القسم. تمكنت القوات برضو من صدها بره القسم، واخبال حضرتك، الى ان قعد في هذا الشد والجذب لغايه الساعه 3:30 الصبح، من 10 بالليل لغايه 3:30 لما بدات السيطره وبهدوء وبدون قتل. دوروا في المكان لقوا فيه ثلاثة مقتولين غير الناس اللي انا قلت لك عليهم دول. واحد منهم ليه شقيقين بسرقه، متهمين بسرقه بكراء محجوزين جوه القسم، كان بيحاول يخش يقتحم عشان يخرجهم، وحدد لهم جلسه بعد بكره يوم 22. واحد منهم مسجل شيء خطر مخدرات وضرب افضى الى موت وسلاح، وواحد ثالث ليه قضيتين احداث، يعني الثلاثه مش مواطنين عاديين، ثلاثه مسجلين من اللي جايين يقتحموا، وبرده مش معروف الضرب اللي فيهم ده من رصاص الشرطه عشان ما يبقاش واحد بيدافع عمياني، ولا من رصاص الجرنوف واهليه المجني عليه البريء واهليه تجار المخدرات. ده اللي حصل. قعدت القوات والقيادات، وجي انتقل مدير الامن وانتقل كل القيادات والامن المركزي، قعدوا يحاولوا ان هم يفتحوا الطريق. فتح الطريق قبل الفجر. ليه فتح الطريق؟ لازم كان يفتح الطريق عشان خاطر في موظفين هتروح اشغالها. وفي طلبه راحه امتحانات الصبح. اتفتح الطريق عند الفجر، وقعدت القوات بتتابع فتح الطريق وانتظامه وعدم التعدي على الناس او العربيات اللي هتعدي لغايه يمكن 10 الصبح. يمكن مدير الامن كلمني وانا متصل بيه الساعة 4:30 العصر تاني يوم الحادثة اللي هو النهاردة. بدأ كان يمشي ويسيب نائبه، يمشي ايه؟ يروح المديرية ويتابع المديرية ويسيب نائبه ويغير عشان يبعت غيار للقوات اللي بايتة في الشارع من امبارح. ده ملخص اللي حصل تقريبا. وده يعني تقريبا مشهد يمكن ان يكون متكرر في كل ربوع الجمهورية. للأسف الشديد ما هو بيتكرر دلوقتي حالا واحنا قاعدين في اسكندرية مع اللواء موجود لطفي. تمام. في اسكندرية لحادث برضه، يعني محكمة نظرت قضية وما حكمتش لسه، ولا حكمت ببراءة ولا بإدانة، والناس برضو راحة وتحرق وتعمل ودخلوا وحرقوا ملفات قضايا وحقوق ناس بتتحرق. هل بدأ الإعداد لذكرى ثورة 25 يناير من دلوقتي بإجراءات استباقية من دلوقتي؟ مين اللي عايز يولع البلد في مثل هذه الظروف؟ لا في استثمارات هتجيلنا في البلد، ولا في سياحه هتجيلنا في البلد، ولا في انتاج، والبلد عماله في النازل، والناس مش لاقيه قوتها الضروري. طيب ما نهدى شويه، ما نهدى شويه، نهدى شويه، وندي نفسنا فرصه لالتقاط الانفاس. وفي انتخابات برلمانيه جايه، الغلبه للصندوق، بدل ما نتفرغ لاعمال الشغب والحرق والحاجات دي كلها، ما نتفرغ للاعداد للانتخابات ونخش في الانتخابات ونمارس الحياه الديمقراطيه بقى زي ما كل الدول المتحضره بتعمل. استاذ احمد سيف الاسلام حمد الناشط الحقوقي، ما في جعبه الداخليه، ما هو ملقى على عاهل الداخليه اكثر بكثير من ان تنشغل بتامين مظاهرات او تامين احتجاجات او اعتصامات، لانه هنالك الاجرام يستشري في قطاعات عديده من المجتمع وفي البلاد. انتم كحقوقيين هل تعتقدون أن ما تلاقيه الشرطة الآن أمر منصف للشرطة لأنها كانت ظالمة في أيام مبارك، أم أنه يجب أن تتعاونوا مع الشرطة وأن تكون لكم رسالة واضحة للمواطن أن يحترم الشرطة وأن يتعاون معها وأن يخف الاحتجاج حتى تستطيع الشرطة أولا من تأمين المواطن؟ خلينا أكلم مع حضرتك بصراحة. ما نشاهده الآن هو مسؤولية قيادة الثياب ابتداء قبل الداخلية وقبل أي طرف آخر. أنا عندي تنامى غضب لدى المواطن المصري من طريقة التعامل الداخلية قبل الثورة، وانفجر هذا الغضب. ثم بعد الثورة وبعد ما ابتدينا نستكمل جزء من مؤسسات الدولة السياسية، ما زلنا نتعامل مع أزمات المجتمع كأن الداخلية مسؤولة عنها. أنا لو عندي نقص خدمات، أي خدمة من الخدمات، أنا بيب بوتجاز ولا سولار ولا بنزين، وأنا مواطن غضبان من هذا، مفروض غضب ينصب على القيادة السياسية تتخذ قرار، مش على الداخلية. انت نصب على الداخلية لما يبقى الخدمة موجودة لكن بتتباع في السوق السوداء. دور الداخلية هنا انها تمنع السوق السوداء في البنزين والسولار، لكن انها توفر لي انبوبة بوتاجاز. دور الحكومة ان توفر لي انبوبة بوتاجاز.
لكن الاحداث اللي احنا شايفينها دلوقتي ما لهاش علاقه لا بالبوتاجاز ولا بخدمات المواطنين. لها علاقه دي ليها علاقه بهجومات على الشرطه على 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 الغضب الموجود جوه الناس. يعني دلوقتي لما يبقى خد اسكندريه او خد شبرا كمثال، اسكندريه دائره المحكمه لاسباب ترتئيها ومن حقها ارتأت انها تتنحى عن نظر دعوى قتل المتظاهرين. اهالي المصابين استطاعوا غضبا من هذا القرار، تعاملوا معه كانه تسويفا للمحاكمه قتله المتظاهرين. طب ده القرار ده لا الداخليه لا علاقه به ولا اي حد ثاني له علاقه به، ولا القياده السياسيه ده قضاء استشعروا الحرج وهذا حقهم. يعني كقاضي ما اقدرش الزمه ان يحكم في قضيه هو مش مستريح يحكم في القضيه كويس. لكن لتراكم عدم ثقه مع اجهزه الدوله كلها على بعضها بقى، سواء بقى داخليه او غير داخليه، ولد الحل اللي احنا شفناه. ممكن يدخل في الوسط بقى مجموعات، ده اكيد تستفيد من مثل هذه الظروف الطارئه، مش بالظروف تصنعها تستفيد. يعني لو حد لحد في اسم الفلاني وعايز يطلعه ففرصه، هذا وارد. او حد عايز يسرق اي حاجه في الافتتاح فهذا وارد. لكن المشكله الحقيقيه كيف يعاد بناء الثقه ما بين المواطن المصري واجهزه الدوله باختلاف فئاتها بقى، سواء داخليه سواء جيش سواء حكومه سواء، هو ده الاشكال الحقيقي لدول. انا متخيل ان في مهمه عاجله على مجلس الشورى الموجود الان، نمره واحد النظر في التعديلات التشريعيه اللازمه المتعلقه بالشرطه، سواء بنقص الامكانيات او تدقيق القوانين المنظمه لعمل الشرطه، بتغيير دماء القيادات وتيجي قيادات جديده يعني تعاد تربيتها على يعني ايه يمارس مهام الشرطه في ظل الظروف العاديه. خد بالك احنا المجتمع المصري بيعاني من كارثه اسمها مش مسؤول عنها الداخليه بس، كل اجهزه الدوله ادمان قانون الطوارئ. محدش متدرب في جيلي انا دلوقتي 62 سنه، محدش متدرب في جيلي على يعني ايه ظروف عاديه؟ ايه حقوقي كمواطن في ظروف عاديه؟ وايه دوري كرجل شرطه في ظروف عاديه؟ وايه دوري كمحامي في ظروف عاديه؟ محدش متدرب على ده. الناس اتدربت على انه طوارئ. يعني الشرطه تعمل على كيف؟ تعمل على كيف؟ لا ده مش نافع. احنا ناخد بالنا من نفسنا. ده مش نافع. وده محتاج تدريب فعلا. على التأهيل لينا كلنا مش بس للشرطه، وليا انا كمان كمحامي. يعني كيف نتعامل، ما هي حقوقنا في الظروف العادية. لكن هو السؤال يا أستاذ أحمد، هل الشرطة بعد ثورة 25 يناير والشرطة بعد هذه التغييرات، ما هو حصل تغييرات، ما هو جاء المنصور العيسوي وغير حوالي 800 من قيادات الداخلية وحصل وزير محمد إبراهيم غير وجاء أحمد جمال الدين غير وعندنا وزير جديد دلوقتي. هل عقلية، بلاش عقلية، احنا مش عايزين ندخل في عقلية أي حد ولا في قلب أي حد، لكن هل سلوكيات الشرطة مع المواطن العادي ومع الناشط ومع المجرم تغيرت عن قبل الثورة ولا زي ما هي؟ للأسف الشديد في جزء منها ما تغير. يعني ما زال وقائع استخدام إساءة استخدام سلطات الداخلية موجودة. عشان برضو أبقى أمين، ما أقدرش أقول زادت ولا قلت، لأن عندك إشكالية في الإحصائيات. هي إيه؟ إن أنا كنت في مجتمع مكتوم لا ينشر شيء، بقيت في مجتمع بعد الثورة مفتوح ينشر كل شيء. فلو قارنت ما نشر في السنة ونص اللي فاتت حاليا أكتر بما لا يقارن احنا قبل الثورة كان عندنا فيديوهين ثلاثة هم اللي شغلوا الموضوع. بس يعني مش معنى كده، ما اقدرش اخد نتيجة على كده واقول ان حالات التعذيب وسائل المعاملة زادت، لكن حالات النشر زادت، هذا اكيد. ممكن يبقى ده جزء من ايجابيات الثورة، ان رفعت القيود على الصحافة، بقى في حرية نشر اوسع. يعني فانا ما اقدرش احصائيا اقول احنا في حالة تدهور في هذا الموضوع ولا في حالة تحسن. احساسي ان احنا حالة تحسن مبني على ايه؟ مبني على، تعال اخد المشاهد الاخرانية كناشط حقوقي يراقب من الخارج، يبدو ان رجال الداخلية والقيادات بالذات وعت الدرس انها ليست طرف في الصراع السياسي. كلوا بعض يا موالاة ويا معارضة في صراعكم السياسي، احنا كداخلية بره. ده بان في الاتحادية بالمناسبة. يعني لم يكونوا طرفا في الصراع، وبان في الاستفتاء لم يكونوا طرفا في الصراع ما بين لا ونعم. هم يدافعوا عن اقسام الشرطه فقط. يعني اتمنى يعني حتى مقرات الاحزاب التي حرقت لم تدافع عن الداخليه. اتمنى ان يكون هذا بدايه وعي حقيقي لاعاده صياغه دور اجهزه الدوله في ظل الاقرار بان الطريق لتداول السلطه هو صندوق انتخابي. طيب ست اللواء،
يعني تحديات امام الشرطه دلوقتي امامها تحديات اكثر من قبل الثوره، يعني بالزبط. قبل الثوره كانت المساله بسيطه قوي، يعني ما يعني مساله الاجرام كانت، وخصوصا في السنوات اللي هي السابقه يعني ال 20 سنه اللي قبل الثوره غير ال 10 سنين اللي قبل الثوره او الخمس سنين اللي قبل الثوره. لكن حتى خمس سنين قبل ثوره 25 يناير كانت الشرطه تحدياتها الامنيه تكاد تكون تحت السيطره. الان احنا عندنا 53 ضابط شرطه قتلوا من في 2012 بس 17 من حرس الحدود، حوالي في الاصابات في الافراد حوالي 5577 وفيات في الافراد، ده غير الوفيات في الافراد. فاحنا نتحدث عن هجوم متواصل على الشرطه ربما تدفع ثمنا لم تدفعه منذ زمن بعيد. اشرح لنا بقى ايه التحديات اللي موجوده الجديده دلوقتي اللي موجوده قدام الشرطه المصريه. دائما معروف في كل شرطات العالم واجهزه الشرطه في العالم ان الحاله الاقتصاديه بتتناسب عكسيا مع الامن، بمعنى ان طالما الحاله الاقتصاديه كويسه الجريمه في انخفاض، طالما الحاله الاقتصاديه في النازل الجريمه في صعود. اتفقنا؟ بدليل بورسعيد لما اتفتحت مدينه حره في الاول وكان العيل الصغير بيقعد بكرتونه قمصان ولا شامبو ولا حاجه بيكسب له 30 جنيه في اليوم، كان معدلات الجريمه صفر في كل حاجه. دلوقتي الحاله الاقتصاديه ما حدش يقدر يدفي راسه زي النعامه ويقول ان احنا زي الفل ولا حاجه، لا احنا البلد تعبانه وده سببها وواكبها حاله انفلات امني لم تنتهي حتى الان. برافو عليك. وواكبها انفلات امني وضعف امكانيات للشرطه وتجرؤ كمان على الشرطه ومفهوم غلط للحريه فعند عند البعض اللي مش مثقفين كويس. بس دول ما بيموتوش الشرطه، اللي بيموت الشرطه لا اللي معاه سلاح واللي الشرطه كانت عارفاه قبل الثوره لحد دلوقتي ما جابتوش البيت. لا 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 ده في ظهرت نوعيات كتيره جدا جدا جديده جدا. ده في بقى قرايبك دلوقتي يخطفوا ابنك ويطلبوا فديه، بقى في طلب الجامعه دلوقتي بيحلقوا ويسرقوا بالاكراه لان العمليه بقت سهله جدا، لان هم ادركوا ان جهاز الشرطه امكانياته اتكسرت. عندنا 65% من مرتكب الجرائم بعد الثوره جداد مش مسجلين، غير مسجلين قبل كده. طب وده انا الضابط يضرب الوضع فيها. انا كنت الاول بشوف بنزل الحادثه اشوف الاسلوب الاجرامي بتاع المتهم ونوعيه المسروقات والتوقيت، ارجع افحص في خلال 5-6 في دائره الاسم من الدولاب البحث الجنائي يطلع واحد منهم. دلوقتي لما يكون هو اصلا او تلبس واحد منهم، هو برضه كان له ممارسات موجوده. لا 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 انا بتكلم على الصح، انا مش دعوه بالغلط، انا طول عمري في البحث الجنائي وبتكلم على الصح. الصح ان انا ابحث في دولاب البحث الجنائي عن المفرج عنهم حديثا السابق اتهامهم والحكم عليهم في قضايا مماثله، وضاهي البصمات وضاهي الاسلوب والتوقيت ونوعيه المسروقات والحاجات دي كلها، اوصل للفاعل واوصل للفعل كده مش بالبق بس، واظبط مسروقات واظبط متحصلات الجريمه واقدمه للنيابه، والنيابه برضه بتفحص الحاجات دي كلها وتقدمه للمحكمه، والمحكمه بعد كده تدينه. لان انا كنت بألام برضه لو المحكمه ادت براءه، لان ده هل عيب في الاجراءات ولا ان انا راجل مش اونست مش مقدم المتهم الحقيقي. وبقى حضرتك كل العوامل دي بدايتها انك انت تدي دلوقتي اولا في عامل نفسي، خلاص تجاوزنا العامل النفسي ده، والضباط دلوقتي كلها عرفت تماما دورها والافراد عرفت تماما دورها، وعايزين الامكانيات الماديه الضروريه، العربيات اللي تنتقل لمكان الحادثه بسرعه. كان زمان بيعلمونا سرعه الانتقال لمكان الحادث، لان مسرح الجريمه هو الشاهد الصامت الذي ينطق باسم الفاعل لو احسنت التعامل معه بسرعه انتقالك اليه. عشان سرعه الانتقال لازم انتقل بعربيه شرطه حديثه، ولازم يكون معايا امكانيات فيها تقنيات حديثه لكشف البصمات والحاجات دي، ولازم يبقى في تصوير. الزحمه والمرور مش هيسمح لك بان انت لا تنتقل. لا هنتقل. ما هو المرور برضو جزء من اعمال الشرطه، والمرور برضو لازم يواكب التقدم في الشرطه، ان برضو ان ضباط المرور وافراد المرور ينزلوا الشارع ويعملوا، بس يعملوا بايه؟ هم وكاميرات والرادارات ومعاهم اداره الطرق والكباري، توسع الطرق والحاجات دي كلها، ومنع الاشغالات ومنع الصف الثاني والحاجات دي كلها. كلها هي منظومه. لكن انا هضرب لك مثال بانجلترا مثلا ما فيهاش، وده هيكلمنا على المعدات، ما فيهاش مثلا انتشار كثيف للشرطه في الشارع زي ما احنا بنطالب في مصر، لكن في الكاميرات يعني في امكانيه ضبط المتهم حتى لو كان بينه وبين ضابط الشرطه فيها نظام اسمه هاو تو كاتش كريمنال اون بيبر، كيف تضبط المتهم على الورق. هم اللي بداوا حاجه اسمها التسجيل الجنائي، والتسجيل الجنائي ده احنا هنا مستوعبينه وهضمينه من قبل ما نخش الشرطه من الخمسينات ومطبقينه، بس ينقصوا ايه؟ الامكانيات بقى الجديده، الكاميرات. يعني دوله زي دبي يعني تعدادها وحاجاتها مش قدنا ولا خبراتهم قدنا. احنا كنا بندرس شرطه هناك، هم ناس محترمين جدا بس عندهم امكانيات. الكاميرات
عندهم جابت لهم اهم قضيتين في العشر سنين اللي فاتوا، قضيه المبحوح وقضيه هشام طلعت مصطفى. هو جابوا الفيلم بس ما جابوش الجناه. هو الكاميرا مدام صورت وجابت سين وصاد وكده. انا اديك مثلا، انا قلته قبل كده في احدى الفضائيات، انا كنت بدرس هناك في دبي فرقه بحث جنائي وتحريات، فاستاذن ضابط يروح دوره الميه، راح ورجع عبس شويه، مالك يلا يا فلان؟ قال لي انا اتسرق مني المحمول والمحفظه. قلت له فيها كتير؟ قال لا ده فيها كذا الف. طب بس يعني كذا الف دول اتسرقوا مني انا هولع الدنيا؟ قال لا هيجي ان شاء الله، هيجي. قلت له ليه؟ قال لي كاميرات هتجيب. انا كلمت الفندق هيجيب، هيرجع كاميرا ويجيبه. الكاميرات في خمس دقايق كانوا جايبين عامل النظافه اللي دخل دوره الميه، لما ده دخل الدوره وسابهم على الحوض، جابوا العامل، وعامل لسه جديد مش عارف ان متراقبه وانهوا عقده ورحلوه، جابوا الراجل مسروقاته. ما تعبش، ما فيش ضابط انتقل ولا حد رفع بصمات ولا اي حاجه، ادي تقنيه حديثه صغيره كاميرا. نظام الكاميرات ده دلوقتي لعلمك عاملاه دول جنوب شرق اسيا واليابان وكوريا، خصوصا في الشوارع المهجوره اللي ممكن تحصل فيها جرائم، يعني بنكله، يعني مش هو دوت اللي نسيب الناس تموت وما نعملوش حتى في مجال الجرائم وفي مجال المرور. بس انت التحدي ده تحدي اللي هو الجرائم اللي هي المجتمعيه. اقول لك على حاجه ثانيه، هو شباب مثلا على جهاز ثاني ب 14,000 دولار، قطعة سلاح وتشكيلات وجماعات واشياء، يعني ده تحدي اكبر بكتير من مساله كاميرات في الشوارع. لا هو 10 مليون حته سلاح دي اللي اتقالت، يعني طبعا عدد مبالغ فيه، لان انا عشان اقول في 10 مليون حته سلاح دخلت مصر من ليبيا لازم اكون ظبطت على الاقل انا مليون حته سلاح مثلا، لان معروف ان اقصى نسبه ظبط ما بتزيدش عن 10%. لو احنا ظبطنا مليون يبقى دخل 10 مليون، احنا ما ظبطناش مليون. ده رقم احنا شاطرين. احنا ظبطنا قد ايه؟ احنا شاطرين في فرقعه الارقام، احنا ظبطنا كذا الف حته يعني. ومتفرقين، وبعضهم بمعلومات وبجهد، وبعضهم الاكمله كده خبطت فيهم. وبال حضرتك، لكن مش بناء على، ما تقوليش ان احنا في الظروف الامنيه اللي فاتت دهيت، اللي في سنتين اتنين الدولة غيرت خمس وزراء داخلية، عمرنا ما شفناها في أي دولة في الدنيا عشان نستقر أمنها. اتغير محمود بيه وجدي قعد شهر، منصور بيه قعد مش عارف ست أشهر، محمد إبراهيم قعد ست أشهر، أحمد جمال قعد خمس أشهر، محمد إبراهيم جاي وعالم وربنا معاه. فطب يعني إيه ده؟ في أنهي نظام شرطة في العالم بتتغير قيادته خمس مرات في سنتين اتنين؟ لازم يبقى في استقرار، في استقرار شوية عشان حتى يحط خطته الأمنية ويبدأ فكره يشتغل ويتابع مساعدينه وينزل على أرض الواقع. هل القانون استاذ احمد سيف الاسلام حمد، هل القانون يساعد الشرطه الان على، خصوصا بعد الدستور الجديد، انه يعني لا مساس، لا تستطيع الشرطه ان تمس اي مواطن باي شكل من الاشكال الا باذن قضائي الا في حالات التلبس، هل ده يعيق الشرطه عن مواجهه هذه التحديات الفظيعه الكبيره التي تحدث عنها سياده اللواء؟ خلينا نبتدي من الدستور الجديد. الدستور الجديد حتى الان لم يفعل بقوانين جديده، ومن ثم هي نصوص على الرف، في نصوص كويسه جدا بس على الرف لم تفعل، ومن ثم يعني هنا الوم مين على عدم تفعيلها؟ الوم مجلس الشورى هو جهاز التشريع. دي مش محتاجه تفعيل، ده نص دستوري. لكن عندي قانون بيقول عكس. قانون اجراءات بقى، في قانون اجراءات. ما ادي حضرتك مثال، يعني انا عندي نص دستوري بيقول لي ان والله لا فيش لا قبض ولا تفتيش ولا حاجه ده الا باذن قضائي مسبب. ده نص دستوري بيقول كده، بس عندي قانون اجراءات جنائيه بيقول لا، التفتيش والقبض والحاجات ديت باذن من النيابه مش قضائي مسبب. فانا عندي هنا تعارض ما بين ماده قانونيه وماده دستوريه. وكيل النيابه لما يطلع اذن دلوقتي بقبض على حد هيستند للماده الموجوده في القانون. مش في الدستور. طيب اسمح لي ان اشرك ايضا، نتحول مباشره الى شبرا الخيمه والزميل عمرو عادل، وعمرو افهم انه معه ضيف ايضا سياده اللواء محمد القصير القصيري مدير مباحث القليوبية. إليك يا عمرو. شبرا الخيمة، القسم الذي كان بالأمس مسرح أحداث واشتباكات، استمرت هذه الأحداث والاشتباكات إلى الساعات الأولى من صباح اليوم. هذه الأحداث والاشتباكات أسفرت عن وقوع خمسة قتلى وعدد آخر من المصابين. معنا الآن على الهواء مباشرة اللواء محمد القصيري مدير مباحث القليوبية. يعني بداية سيد محمد، ما حقيقة الأحداث بالأمس؟
هي الاحداث كلها تتلخص في ان في اطار الحمله التفتيشيه ضباط اسم تاني شبرا الخيمه كانوا اثناء مرورهم وردت لهم معلومه عن قيام احد الاشخاص مشهور عنه التجاره في المخدرات وسبق اتهامه في قضيه مخدرات بانه بيبيع مخدرات بطريقه علنيه بمنطقه قهوه شرف دايره الاسم وتوجهوا وتمكنوا من ضبط الولد ده وبحيث كميه من الاقراص المخدره وولد تاني زميل ليه ومعاه قطعه من المخدر الحشيش بعد متذكر او اسمائهم يعني بعد ما ظبطوهم وخد المخدرين المتهمين وماشيين نسيب احد المتهمين فيهم تعرض لهم وحاول تهريب نسيبه الضباط حالت بينه وبين الكلام ده فالولد جري وجاب قطع السلاح وضرب بعض الاله الناريه في اتجاه الساده الضباط. الساده الضباط طبعا تبادلوا مع اطلاق بعض الاعيار الناريه في الهواء والولد هرب بعد كده وجاب المتهمين على الاسم. بعد كده وصلت اشاره من المستشفى بوصول الولد اسمه محروس رحمه الله عليه انه اصيب بطلق ناري اثناء وقوفه في شرفه مسكنه وتوفى. وتجمع بعض الاهالي في منطقه قهوه شرف وقطعوا الطريق وبالاتصال باهليه المجني عليه ابو الولد يعني ارتضى باللي حصل ابو القتيل ارتضى وتفاهم الامر وقال خلاص دي يعني قتل خطا غير مقصود او اصابه غير مقصوده. يعني والد القتيل كان قد حضر بالامس الى القسم. طبعا استدعينا والد المتوفي والراجل قال يعني انا اخد حقي واحنا طبعا فهمناه ان الاجراء القانونيه تمشي سليمه وكل الواقعه برمتها بتتعمل زي ما حصل بالظبط وتتولى النيابه التحقيق. والراجل تفاهم الموضوع وقال انا هاخد حقي بالقانون وكده وفعلا عملنا الاجراء. اثناء وجود الراجل عندنا هنا واثناء احنا كده تجمع بعض الاهالي والاشخاص خارج باب الاسم واثناء الاستعانه ببعض كبار الناس هنا والرجال الاداره والتنفيذيين في الاسم لاقناع الناس بان الموضوع ما فيهوش حاجه وما فيش تجاوز وان النيابه هتتولى التحقيق فوجئنا باطلاق بعض الاعيار الناريه تجاه الاسم وتجمع ناس لا علاقه لهم باهليه المتوفي. ابتدى بقى بعض النوعيات الخطره والعناصر الاجراميه في التجمهر قدام الاسم واستغلال الموقف وابتدوا في اطلاق بعض الاعيار الناريه تجاه الاسم. ما الدافع من وراء ذلك؟ يعني ما الذي جعلهم طبعا هم احنا طبعا باستمرار ونتيجه الحملات المستمره تمام هم طبعا كانوا يبغوا اقتحام الاسم وتهريب المتهمين لان ليهم بعض الاقارب واصدقائهم المحجوزين داخل الحجز فاستغلوا الموقف وحبوا يقتحموا الاسم لتهريب المتهمين بحجه بيركبوا الظرف ده يعني او الموجه دي. ولكن الحمد لله احنا خدنا الاجراءات التامينيه للاسم كله والتزمنا طبعا اقصى درجات الضبط النفسي معاهم وابتدينا نلاحق هذه العناصر وتمكنا من ضبط تسعه منهم ولان هم حاولوا يقتحموا الاسم وفي منهم راح عند حي شرق وكسروا المخزن وحب يسرقوا بعض الموتوسيكلات وظبطنا منهم بردك عيال معاهم موتوسيكل وراحوا حي شرق بردك حبوا يفتحوا المصرف الالي اللي فيه وتمكنا من ضبط اثنين هناك. واثناء ذلك طبعا هم حذفوا بعض الكرات المولوتوف على الاسم في محاوله لحرق جراج السيارات وكده لكن تمكنا من اطفائه في ساعتها الحمد لله. سيادتك تعرضوا العيال على النيابه في بلغه النيابه طبعا وتولت التحقيق واتحبسوا التسعه تمام وكان نتج عن ذلك طبعا في عندنا غفير نظامي اصيب بطلقات خرطوش وعندنا عسكري برضك اصيب بطلق ناري بالظهر وسيد معاهم مباحث اسم برضك كان سقطت عليه اثناء محاوله تفريق المتظاهرين سقطت على ايده سداده حديديه ادت الى بتر صباعه. يعني هناك وجهه نظر اخرى تقول انه كان من الممكن ان الاشتباكات التي حدثت بالامس كانت ردت فعل على تعامل الشرطه مع بعض المواطنين بطريقه غير مناسبه، يعني رد حضرتك. سيادتك الموضوع ده خلاص يعني الموضوع ده قتل بحثا. الشرطه دلوقتي
اختلفت تماما. وانا اعتقد ان كل يعني السادة يعني اخواننا وابائنا وامهاتنا من 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 الشعب يعلموا تماما ان الشرطة اتغيرت وما فيش دلوقتي كل العقيدة اللي عندنا دلوقتي ازاي احنا نكسب ثقة الشعب وازاي نكسب مساعدة الشعب لينا. تمام، فالسياسة دي اتغيرت والناس كلها عارفة كده. لكن كون ان انا النهاردة اعدي واجبي واظبط واحد بيتاجر بمخدرات علني في الشارع هيطلق عليه عيلة نارية، تمام، ما ينفعش. لكن الشرطة دلوقتي خلاص ما فيش الكلام ده، احترام كامل للمواطن، اتخاذ اجراءات قانونية سليمة في اي موضوع، النيابة تتولى التحقيق زي ما حصل مع حضرتك، حصل الواقعة بتاعت امبارح دي، قلنا ايه زي ما هي وتتولى النيابة التحقيق. اشتباكات الامس كم استغرقت من وقت، يعني هي امتدت لساعات الصباح الاولى، متى بدأت وكيف تم احتواء الامر تدريجيا من قبلكم؟ هو ستك ابتدى حوالي التجمع ده ابتدى حوالي الساعة 8:30 مساء، واستمر لحد الساعات الاولى زي ما ستك بتقول. وكان الموضوع كل عمر بيطلقوا بعض العائلة النارية واحنا بنظبط يعني نفسينا شوية، واحيانا ببعض السيارات المدرعة بيتم ملاحقة الافراد المتجمعة دي في الشوارع. تم عمل كردون حوالين الاسم على مسافة بعيدة، تمام، وابتدينا لما جت البلاغات بقى بمحاولة اقتحام حي شرق ومخزن المرور وكده ابتدينا نطارد العيال دي وظبطنا المتهمين. لكن الاول طبعا احنا عملنا كردون حوالين مبنى الاسم على مسافات بعيدة لمنع اقتحامه. يعني هل كان هناك دعم من قبل مديرية امن القليوبية وام وزارة الداخلية، دعم على مستوى الجنود على يعني العساكر والجنود، دعم على مستوى المدرعات، ام ان ما كان يحتوي القسم كان كافيا لايقاف الاشتباكات بالامس؟ طبعا احنا طبعا استعنا بتشكيل من امن المركزي وتشكيل فض يعني ومدرعة، وده اللي استغلناه في عمل الكردون لتأمين مبنى الاسم. وطبعا إلى لحين وصول القوات الأمن المركزي طبعا بالضباط الموجودة والاستعانة ببعض الضباط الإسام المجاورة تمكننا من إحباط محاولة اقتحام الاسم والسيطرة عليه لحين وصول القوات الأمن المركزي. سيادة اللواء، أخيرا كيف يمكن حل هذه المشكلة؟ يعني أصبح الهجوم على بعض أقسام جمهورية مصر العربية مشكلة تؤرق عدد من المواطنين وظاهرة تحدث بين الحين والآخر، كيف يمكن حل هذه المشكلة؟ طبعا هو سيادتك زي ما انت شايف كده ان الموضوع بتاع محاولة اقتحام الاسم ده لا علاقة له اطلاقا به وقعت الضابط اثناء اداء عمله وما حدث نتيجتها، ده موضوع وده موضوع تاني. لكن الناس يعني غالبية الشعب الآن في احتياج للشرطة ومصممين على مؤازرة الشرطة، تمام، واحنا حاسين وشاعرين بهذا الشعور الطيب من الشعب تجاهنا. ولكن هي بعض العناصر الخطرة وبعض النوعيات ذو الإجرام هي اللي بتهدف إلى ذلك. احنا إن شاء الله باستمرار مطاردة الناس دي هتنتهي الأمور وترجع الأمور إلى طبيعتها والظاهرة دي هتختفي إن شاء الله. أشكرك شكرا جزيلا سيادة اللواء محمد القصيري مدير مباحث القليوبية، كنت معنا لمناقشة موضوع الاشتباكات التي حدثت بالأمس أمام قسم ثاني شبرا الخيمة، الاشتباكات التي أسفرت عن وقوع عدد من القتلى والمصابين. شكرا للزميل عمرو عادل ولضيفي الكريم اللواء محمد القصيري مدير مباحث القليوبية، وهذا الحديث عما حدث أمام قسم شبرا ثاني والاشتباكات التي وقعت ومحاصرة القسم وعدد الضحايا. شكرا على هذا الإيضاح. نواصل معكم سارتنا لبحث المشكلات الأمنية في مصر وكيفية التعامل معها، لكن أتحول إلى الزميل أيمن عزام وموجز الأهم وآخر الأنباء.
شكرا لك زين، وهذا عرض لأهم وآخر الأخبار من قناة الجزيرة مباشر مصر. قام متظاهرون باقتحام مجمع المحاكم بمنطقة المنشية بالإسكندرية، وقاموا ببعثرة أوراق القضايا وإحراق كميات من المستندات، وذلك وسط غياب كامل لقوات الأمن بحسب شهود العيان. كانت منطقة وسط الإسكندرية قد شهدت مناوشات متقطعة بين متظاهرين وقوات الأمن المركزي الموجودة بمحيط محكمة جنايات الإسكندرية، كما أضرم المتظاهرون النار بسيارتين تابعتين لمديرية أمن الإسكندرية، ووقع العشرات من المصابين جراء التراشق بالحجارة. جاء ذلك عقب إعلان تنحي هيئة المحكمة عن نظر قضية قتل وإصابة المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 من يناير. ومعنا عبر الهاتف لمزيد من التفاصيل الصحفي أحمد علي. أحمد، ما هي آخر تطورات المشهد الآن في الإسكندرية ومحيط مجمع المحاكم بمنطقة المنشية بالإسكندرية؟ الهدوء عاد مجددا إلى منطقة مجمع المحاكم في المنشية بعد أن سيطرت قوات الأمن تماما على الموقف، وإن كان يوجد بعض أثار الحريق أمام مبنى المحكمة وسط التعزيزات الأمنية المكثفة وسيارات الإطفاء. بعد سيطرة قوات الأمن على الموقف برمته لا توجد أي، وانسحب جميع المتظاهرين من ساحة المحكمة، ولم يتواجد حتى الآن سوى عدد من الأهالي المنتشرين حول مجمع المحاكم. حتى الآن كما ذكر مصادر أمنية أكدت أن تم القبض على 9 أفراد تورطوا في عمليات الإحراق. أكدت المصادر الأمنية أيضا أنه حتى الآن جاري فحص الأوراق، وإن كان أكدوا أن الأوراق التي أحرقت ليست بالقضايا، وأن الغرف التي تم اقتحامها هي غرف إدارية بالدور الأول، ولم يتم وجاري حصر أثار الحريق. أشكرك شكرا جزيلا الصحفي أحمد علي، كنت معنا عبر الهاتف. وأتحول إلى الصحفي إسلام مصطفى وهو من شهود العيان. إسلام، ماذا شاهدت في هذه يعني الآونة ما بين يعني الهدوء الحذر الذي أحاط بمحكمة أو مجمع المحاكم بالإسكندرية وبين ما حدث قبله في التوقيتات السابقة؟ نعم، يعني هو قبل يعني الأحداث أو قبل الاقتحام بحوالي نصف ساعة كانت الأمور بدأت تعود إلى طبيعتها، يعني كان الطريق قد بدأ يفتح في الاتجاهين طريق الكورنيش، وبدأت حركة السير تسير بشكل طبيعي جدا، وبدأت قوات الأمن في الانسحاب تدريجيا حتى يعني لم تبقي يعني جندي واحد ولم تبقي يعني مدرعة واحدة. بعد ذلك بحوالي 10 دقائق رأيت عدد من الشباب يتجمعون خلف يعني المحكمة، حوالي 300 شاب بدأوا يقتربون من المحكمة بشكل منظم وكأنهم يعني يعرفون هدفهم. بالفعل اقتربوا من المحكمة وبدأوا ينزلون الأعلام، أعلام مصر من المحكمة، بدأوا يعني يحطمون نوافذ المحكمة، حاولوا أن يدخلوا إلى ساحات المحكمة من داخل المثال يعني أسلحة مشتركة، وبدأوا في إخراج عدد كبير من الملفات من غرف المحكمة، وبدأوا في إشعال النيران فيها، تصاعدت أعمال الدخان أمام المحكمة، كما أيضا استطاعوا وتمكنوا من إشعال حوالي 4 غرف من داخل طاعات المحكمة. بالفعل سارعت بعد ذلك قوة صغيرة من قوات قسم المنشية، يعني حوالي 2 ضباط أو 3، ومعهم عدد من المخبرين، سارعوا إلى المكان أمام ساحة المحكمة، وبدأوا في إطلاق الأعيرة النارية في محاولة لإبعاد هؤلاء أمام المحكمة، والفعل نجحوا يعني بعض الشيء. بعد ذلك وبشكل سريع بدأت قوات الحماية المدنية تتدخل، جاءت ب3 سيارات إطفاء، بدأت في إطفاء الحريق، تمكنت من السيطرة على الحريق داخل المحكمة. وبعد ذلك يعني بحوالي نصف ساعة أو ساعة إلا ربع بدأت
قوات الامن المركزي تعود مره اخرى من جديد لتتموضع حول المحكمه. بدات مدرعتين الان انا اعتقد امام المحكمه، هناك مدرعتين امام باب المحكمه، وهناك كردون امني من عساكر او من جنود الامن المركزي يحيطون بالمحكمه بشكل كامل، وهناك طيب اسلام اسلام الامن المركزي حول المحكمه. هل لديك اي تفاصيل يعني حول ماهيه هذه الاوراق التي تم احراقها او حاولوا بعثرتها في الشوارع هؤلاء المعتدون على مجمع المحاكم؟ لأن هناك مصادر أمنية صرحت بأن يعني هذه الأوراق ما هي إلا أوراق إدارية بعيدا عن أوراق القضايا التي تخص المواطنين في المحكمة والتي كانت مستهدفة بالفعل. يعني هو لا يوجد جزم أن هذه الأوراق هي أوراق خاصة بمحاكمة الضباط المتهمين بقتل الشهداء، لكن دعني أقول لك أن كمية الحرق العشوائي لغرف المحكمة بما تحوي من أوراق ربما يعني ترجح احتمال أن يكون يعني الأوراق الخاصة بهذه القضايا ربما يكون أحرق، يعني لا أحد يستطيع التأكد الآن. أنا قلبت يدي في الأوراق المحروقة أمام المحكمة وجدت بعضها وصولات أو يعني أوراق خاصة بدفع رسوم بعض القضايا، بعضها ملفات قضايا بالفعل رأيتها خاصة ببعض الأفراد، ولكن لا أستطيع الجزم أن هذه القضايا يعني هي خاصة بمحاكمة قطرة الثوار أو لا، لا أستطيع أن أجزم بذلك. هل تابعت عمليات القبض على هؤلاء التسعة الذين صرح زميلنا أحمد علي أنه تم القبض عليهم؟ يعني هل هناك أي تحقيقات أجريت من قبل الداخلية معهم؟ هل هناك أي معلومات عن ذلك؟ أنا كنت واقف أمام المحكمة، كان يعني مخبرين قسم المنفية يذهبون وسط الشباب الواقفين في الشوارع الجانبية، ويعني وربما هم يعرفونهم بالشكل، يعرفون بعض المجتمع فيهم فيحاولون القبض عليهم. تمكنوا امامي من القبض على يعني ثلاثه اربعه ربما يصل العدد الى تسعه كما اخبر الزميل احمد علي، لكن يعني واضح ان مخبري المكان يعرفون بعض المجتمع فيهم وتمكنوا من القبض عليهم بسهوله وقت يديهم الى سيارات الشرطه، وهذا حدث امامي. فقط يعني مزيد من التفصيل حول سؤال يهم المتابع بالتأكيد، وهو أن علاقة ما حدث ب يعني أهالي المتهمين وأهالي المجني عليهم أيضا اللي هم أطراف القضية، يعني كيف، هل هؤلاء هم المتسببون في ما حدث أم أن هناك فصل بين ما حدث وبين يعني أهالي المجني عليهم وأهالي المتهمين في تلك القضية؟ يعني دعني اقول لك ان يعني اليوم كان هناك مفارقه كبيره في المشهد، هناك مشهد داخل المحكمه مختلف تماما عن المشهد الموجود خارج المحكمه، هناك مشهد داخل المحكمه حينما اعلنت هيئه المحكمه او اعلنت كتير المحكمه تنحي القاضي عن المحكمه، هلل يعني اهالي الشهداء وفرحوا فرحا شديدا لدرجه انهم امام عيني رفعوا المحامين على اعناقهم وبداوا يهتفون يعني بهتافات تؤيد يعني العداله وتؤيد الرئيس وان الحق سيعود وهناك بريقه امل، ولكن هناك خارج المحكمه مشهد مختلف تماما، مشهد ثائر على الامن، هناك يعني انا ما رايته بعيني، هناك ابتزاز شديد لقوات الامن واجهاد لها، هناك ضرب للالعاب الناريه في اتجاه قوات الامن، كلما تهدأ قوات الامن من اطلاق الغاز المسيل للدموع يبدا الشباب في المعاوده في معاد القرار يبداون باطلاق الرخام بكسر الرخام ويبداون باطلاق الزجاجات المولوتوف يبداون باطلاق هناك يعني حاله من يعني انا تحليلي ان ربما هناك من يريد اشعال الموقف خارج المحكمه. شكرا جزيلا لك الصحفي اسلام مصطفى شاهد العيان بما حدث حول مجمع محاكم جنايات اسكندريه. أعلن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية وجود مفاوضات مع هيئة محكمة استئناف بورسعيد لعدم نقل المتهمين في قضية أحداث استاد بورسعيد إلى مقر المحاكمة بأكاديمية الشرطة، وأوضح إبراهيم أن هناك شبه اتفاق على عدم نقلهم، وطالب وزير الداخلية جماهير الألتراس الأهلاوي والبورسعيدي بتقبل الأحكام القضائية الصادرة عن القضاء. أكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العقيد أحمد محمد أنه لن يضر أي مصري أو مواطن في جزيرة القرصاية من القوات المسلحة إذا كان له حق قانوني،
أدعى كل من لديه أوراق تثبت ملكيته لأراض في جزيرة القرصية إلى تقديمها. أوضح المتحدث العسكري خلال مؤتمر صحفي عقده على أرض الجزيرة أن القوات المسلحة تشغل 4 قطع تبلغ مساحتها 25 فدانا من أراضي الجزيرة التي تضم 39 قطعة تبلغ مساحتها الإجمالية 139 فدانا. دعا حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي إلى تشكيل ما وصفها بالحكومة المحايدة للإشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة لضمان نزاهتها على حد قوله. أضاف صباحي في مؤتمر رؤية مشتركة لعالم عربي تقدمي أن يوم الجمعة القادم الموافق الذكرى الثانية لثورة 25 من يناير هو دعوة للجماهير للنزول لاستكمال الثورة. وجدد مؤسس التيار الشعبي رفضه الدستور معتبرا أنه لم يعبر عن المصريين أو قيم الثورة. عقد عدد من الأحزاب والقوى السياسية والثورية مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل الاستعدادات لإحياء الذكرى الثانية لثورة 25 من يناير. أكدت هذه القوى تمسكها بمواصلة السعي لتحقيق أهداف الثورة ومساندتها للمطالب بالقصاص لشهداء الثورة وضحايا أحداث استاد بورسعيد. لهنا ينتهي موجز الأخبار، وللمزيد من المتابعة والتفصيل يمكنكم زيارة موقع الجزيرة مباشر مصر على الإنترنت وتابعة البث الحي للقناة على الموقع ذاته. كما نستقبل تعليقاتكم وأسئلتكم على صفحتين على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. الآن نعود إلى الزميل زين العابدين توفيق في الاستوديو لمواصلة حواراته، فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في سهرتنا معكم الليلة من الجزيرة مباشر مصر، ونتحدث فيها في هذا الجزء من سهرتنا عن المشاكل الأمنية في مصر وكيفية تعامل الشرطة معها وما تحتاجه الشرطة ويحتاجه المواطن أمنيا في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ مصر. أرحب مرة ثانية بضيفي الكريمين اللواء محمد نور الدين مساعد أول وزير الداخلية الأسبق لقطاع شمال ووسط الصعيد، أنا أهلا بحضرتك، والحقوقي الأستاذ أحمد سيف الإسلام حمد الناشط الحقوقي والعضو السابق في المجلس القومي لحقوق الإنسان، أهلا وسهلا بحضرتك. يعني لدي تصريح لافت الحقيقة للواء أحمد حلمي مساعد وزير الداخلية للأمن العام، نشر في إحدى الصحف أنه يريد حالة الطوارئ أن تعود من جديد إلى مصر، وبدون ذلك لا تستطيع الشرطة أن تقوم بمهامها. وحضرتك ذكرت سيادة اللواء المشاكل الكثيرة التي تواجهها الشرطة وتعاني منها، المشاكل اللوجستية، المعدات، التدريب وتأهيل الشرطة للتعامل مع واقع جديد لم تتعود عليه، زائد الانفلات والتحديات الأمنية الموجودة. ما حاجة الشرطة للطوارئ الآن؟ أقول لحضرتك، هو طب بس يعني حتة قانون الطوارئ دي عاملة حساسية شوية عند الناس كلها، وخاصة من يعمل بالسياسة والحزبيين والإعلاميين. إنما أنا مثلا أؤيد الاستعانة في الظروف الحالية دلوقتي، ظروف الانفلات دي وضعف الإمكانيات وضبابية الموقف، بعودة قانون الطوارئ بالنسبة للجنائيين فقط المسجلين أشقياء خطرين، وعدم استخدام هذا القانون لا ضد الإعلاميين ولا أصحاب الفكر ولا أصحاب الرأي السياسي ولا الحزبيين ولا أي عبارات مطاطة من يقول يكدر السلم وما يكدرش السلم، لا، أنا أتعامل به مع مسجل شائع خطر فئة ألف مستمر النشاط حتى العام الحالي، اللي هم قتل واستئجار على القتل، تسميم مواشي، إتلاف مزروعات، اغتصاب، هتك عرضه بالقوة، كل قضايا السرقات بالإكراه على الطرق. ده طبعا المفروض حاليا، لأن دي في ناس عاملة بالظبط كده في بعض النوعات الخطر، عاملة زي دولة جارة كده لا تعترف إلا بمنطق القوة. والمسجل ده هو اللي بيهتك الاعراض وبيقبض الارواح وبيسرق وبيقتل، مطالب انت وبيفهم في القانون زي الضابط ويمكن اكتر من الضباط الصغيره، وبتبقى ليه خبره ودرايه وعنده قدره على التنظيم على انه ينضوي تحت تشكيل عصابي، وعنده كمان سطوه يخشاها الاهالي ويحجمون على الابلاغ ضده او الشهاده ضده، واخد بال حضرتك، ويستطيع ان يفلت من القانون ويحفظ القانون كويس جدا. فبعض الإجراءات من صغار الضباط قد تجعله يفلت من العقاب، فده عايز
اجراء رادع بالاعتقال شريطه عشان خاطر ما نظلمش حد وناخده بجريره ماضيه الاسود، لا، ان يكون نشاطه الاجرامي مستمر حتى اخر عام. يعني ما يكونش توقف نشاطه من سنتين ثلاثة وانا اجيبه واوديه الاعتقال عشان ارجع له نشاطه تاني، لا، يكون ملوش وسيلة تعايش غير متحصلات نشاطه الاجرامي ويكون نشاطه مستمر ويعود لممارسة نشاطه عقب الافراج عنه في كل مرة ولم يرضعه سابقة ضبط والحكم عليه. ده الاجراء الواجب ضد المسجلين اشقياء خطرين الف وب وجيم في جرائم التعدي على المال والنفس وجرائم دول عددهم يمكن قد ايه في البلد؟ لا يا بيه دول كتيرة جدا جدا، دول يعني دول ما يقلوش ما يقلوش عن 250 ألف مسجلين أشقياء خطر ألف وب وجيم في جرائم خطيرة غير جرائم بقى مثلا سرقة الأسلاك ومش عارف سرقة تيار كهربي، قضايا تمويلية، الحاجات دي جرائم تهديد الحياة، تهديد الحياة والأعراض. لأن مهمة الشرطة الأولى الحفاظ على الأرواح والأعراض ثم الممتلكات. طيب أستاذ أحمد سيف الإسلام، هل هذا المنطق يمكن أن تتفهمه أنت كرجل حقوقي واعتقلت من قبل؟ أنا عندي عدة مشاكل مع هذا المنطق. المشكلة الأولانية حتى الآن لم نتصالح مع جهاز الشرطة عن ما ارتكبه في حق الشعب المصري. والله تعالى عدل لي تعريف التعزير في القانون المصري وحط عقاب على كل أفعال اللي بتشارك في التعذيب وإساءة معاملة المواطنين المصريين. تعالى عيد بناء وزارة الداخلية سواء برفع العبء عليها في قضايا مش بتاعتها زي العمرة وجوازات السفر وهلم جرى من حاجات عشان أوفر الكادر البشري لأعمال أخرى داخلة في صميم عمل، بس هتحتاج إدارة هجرة يعني علشان اعمل تعمل حاجات زي كده، ضروري يبقى في رسائل طمأنينة للمجتمع المصري. يعني إذا كنت أنا افترضت أنه قبل الثورة كان من السهل ترفيخ القضايا فلما لا يكون قد تم ترفيخ التسجيل الجنائي؟ وعندي وقائع فعلا في التسجيل الجنائي محل شبهات. زي اقول لحضرتك، زي انا عندي مثلا حاله من الحالات سامبو اللي اتقبض عليه في ميدان التحرير وهو شايل سلاح، الاقي ضابط المباحث المتابع الحاله مسجل ضده 3 اتهامات في سن صغيره جدا 15 سنة وهو حدث. كويس، سامبو حقيقة تم العفو والقضية دي غير خاصة بيه، أنا ابتدينا غير خاصة بيه. حتى لو خاصة بيه أطمنك إن هو في بالنسبة للاعتقال لا يسأل الحدث عن الجرائم اللي سبق ارتكابه ليها وهو حدث، بيبدأ الحساب من سن 18 سنة ويوم وانت طالع. أنا أقول لحضرتك إيه مشكلة سامبو جات إزاي. أنا كنت شغال في لجنة فحص أوضاع السجناء عشان إخلاء سبيل، نختار على رئاسة الجمهورية إخلاء سبيل مجموعة منهم، فكان من ضمن الحالات ديت سامبو كان واخد حكم في قضية عسكرية. عفوا استاذ احمد، ما نراه الان على الشاشه هو صور لحريق محكمه الاسكندريه، ستظل معنا على الشاشه ونتابع معك الحوار استاذ احمد سيف الاسلام. فالامن العام في وزاره الداخليه اعترض على الافراج عنه باعتباره خطر على الامن العام، فانا عندي عايز اراجع بقى خطر بالنسبه للقضايا اللي قبل سن الحداثه كلها على بعضها. لا ال 22 قضيه اللي قدمهم لا لو في لا في 22 قضيه بقى بعد الحدث لكن قبل الحدث لو واخد 100 خلاص. انا شاكك الصراحه في 22 قضيه بامان. تشك في 22 قضيه اشك في قضيه او اثنين، لكن 22 قضيه يعني تشك فيه هو خبرتي في القضايا اللي كان فيه تدقيق قضايا فعلا. بس 22 قضيه بعد الثوره ولا قبل الثوره؟ قبل الثوره. بعد الثوره اصلا كان البوليس مش عايز يشتغل، لكن في تلفيق قضايا وفي تلفيق قضايا وفي احكام بتقول كده بالمناسبه، مش انا اللي بقولها من عندي. لكن انت مقتنع استاذ احمد سيف الاسلام ان هنالك حاجه الان للطوارئ لاعلان الطوارئ حتى تمكن الشرطه من ضبط الجريمه المنتشره في الصراحه؟ لا في اماكن كثيره ولا كان في حاجه طوارئ 30 سنه اللي فاتت. اذا لم يستطع جهاز الشرطه ان يقوم بدوره، ده اصلا الوضع الطبيعي ان يبقى عندي مجرمين عاديين وجريمه منظمه، ده الوضع الطبيعي بتاع المجتمعات. إذا كان جهاز الشرطة مش قادر للتعامل مع الوضع الطبيعي يبقى في كارثة كبرى أصلاً. أنا معاه في هذا الكلام، ولكن هو في ظروف طارئة اليومين دول، اليومين دولت لا عدت ولا هتعدي على المواطن المصري من الانفلات العام في كل المجالات دلوقتي في مجرمين جداد جداً جداً حتى ما لهمش معلومات أخطر من اللي لهم معلومات.
ولكن انا معاه في ان جهاز الشرطه اللي ما يقدرش يظبط الجريمه اللي بتقع دلوقتي ما يستحقش يقعد في مكانه. انا معاه وما يستحقش الطوارئ. ارجو ان تبقى معي فقط. ننوه مشاهدينا الكرام الى انه السيد عبد الموجود خليفه مدير امن الاسكندريه صرح قبل قليل عبد الموجود لطفي صرح قبل قليل بانه غرفه واحده من محكمه الاسكندريه تم اقتحامها واعتقل 9 افراد ممن اقتحموا هذه الغرفه، وان عدد من اعتقلوا حتى الان في احداث محكمه الجنايات الاسكندريه هو 9، والاجمالي وصل الى 70 في المنشية بأجملها يعني في أحداث المنشية ككل. نواصل إذن حوارنا مع ضيفي الكريمين اللواء محمد نور الدين مساعد أول وزير الداخلية الأسبق والأستاذ أحمد سيف الإسلام حمد الناشط الحكومي. أنا عايز أقول لأستاذك بس الله يكون في عون اللواء عبد الموجود لطفي اللي لسه رايح اسكندرية الشهر اللي فات وكان نائب مدير أمن الجيزة وكان طول عمره ضابط مباحث في الأمن العام. يعني كان زمان القاهره والجيزه واسكندريه ديت الوزراء الداخليه زمان بيهادوا بيها الحبايب، دلوقتي بقى بيترازى بيها القيادات لانه من ساعه ما راح يمكن ما دخلش مكتبه قد ما وقف في الشارع في احداث شغب ما بين المسجد قائد ابراهيم وما بين الشاطئ وما بين العماره اللي بتقع وما بين حرق المحكمه وما بين الله يكون في عونه. يعني انا عارف ان هو عايز يبلغ سن 60 النهارده قبل بكره. طيب استاذ احمد سيف الاسلام، لا تتفهم ان هو هنالك حاجه للطوارئ. بص حضرتك، يعني تعالى نصلح من ادائنا. مفيش حقوقي في مصر ولا في العالم هيأمنك على قانون الطوارئ. القوى السياسيه عليها انها تستعيد ثقه المواطن بيها، القوى السياسيه كلها، من في الاغلبيه ومن في المعارضه. تعالى نعمل الهوم ورك اللي علينا كلنا، وبعد كده والله لو مش نافع الهوم ورك ده تعالى نناقش. لكن قبل ما اعمل ده هيبقى شايف ان احنا بنتغافل عن الواقع الموجود. الواقع الموجود مسؤول عنه القوى السياسية، من في الحكومة ومن في المعارضة. يعني حضرتك لما تيجي تناقشني النهاردة سواء في شبرا أو في اسكندرية أو في الاتحادية أو في أي حاجة، إلى أي مدى خرجنا عن سلمية التصالح؟ كلمة بعض الصراحة. أنت شايف إلى أي مدى خرجنا عن سلمية؟ أنا شايف إنه في أكثر من مظاهرة بدءا من العباسية نمرة 2 حتى الآن والسلاح كان موجود فاصل لما اتكلم بامانه بقى. السلاح كان موجود مني. كان موجود مع مين ومين ما اقدرش اقول. بدليل اصابات الاتحاديه متبادله ما بين الاطراف كلها. طيب سياده اللواء، ولم يتهم احد منهم الشرطه لان اسلحه حتى خرطوش مش موجوده مع القوات اللي موجوده. في سيف مسلط على رقبه رجل الامن الان ان هو قام بواجبه حسب القانون اللي قدامه. ايوه ممكن يدخل السجن. ايوه واذا لم يقم برضه ممكن يدخل السجن. انت يعمل ايه بقى الحقيقه؟ لان ده كل ده اللي الضباط بتقوله لقياداتها دلوقتي، بيقولوا احنا عايزين تشريع وحمايه قانونيه واضحه تحدد واجباتنا وحقوقنا. تقول لي في المواقف الفلاني وانت بتتعرض لهجوم لاسم او مركز من حقك انك تبدا الاول بالنصر وبالمكبرات وبعدين بالرش وبعدين بالخرطوش في الرجلين وبعدين في حاله الاقتحام والاتلاف وتستخدم الرصاص تحت في الرجلين والحاجات دي تبقى محدده، والا كله دلوقتي ده بقى واضح للمواطن برضه للاثنين للمواطن وللضابط وللفرد. لان احنا دلوقتي من اين تعلمت الحكمه؟ من راس الذئب الطائر. دلوقتي في ناس حكمت قبل كده صحيح بعد سنه او اثنين بدات ناس تاخد براءات، ولكن في خلال السنه والاثنين دول تعرضوا لاهوال واضرار معنويه وماديه ومحاميين وجلسات وحبس احتياطي واقفاص والحاجات دي كلها واهينوا فيها، فمحدش عايز يتعرض لمثل هذه الاهانه مره اخرى. طب البديل ايه؟ ان انا اسيب الموقع الشرطي بتاعي واجري؟ لا بالعكس، انا بقول هو ده يحاسب عليه برضه. اللي يسيب المكان ده ويجري هو ده اللي المفروض يتحاكم، لكن اللي يقف ويدافع في اطار اجراءات مقننه ومحدده 1 2 3 لو خرج عليها يسأل. يسأل بقى بعذر تجاوز حد الدفاع الشرعي بان هو تعمد الايذاء والقتل وبالضرب في الراس مش في الرجلين. الكلام وده مش واضح دلوقتي متفق؟ لا مش واضح، وده عقده كل القيادات مع الضباط الصغيره. ما يقول له اقف واعمل يقول له اقف واعمل وتحميني، مش هتقدر تحميني للاسف الشديد. ده زائد كمان سعادتك خد عندك ان صغار الافراد والضباط الحاله الماديه بتاعتهم متردده جدا جدا جدا، فانت بتطلب من واحد رغم ان الرئيس زود مرتبات الشرطه ما زالت يا بيه. شوف مقارنه بالمهن الاخرى صغار الضباط والافراد بالذات يعيشون على حد الكفاف، فانت بتطلب من الناس تموت وهو اصلا ميت من الفلس من الجوع، مرتبه ما بيقضيهوش.
معنا احمد علي الصحفي في الاسكندريه. احمد اهلا وسهلا بك، حدثنا عن اخر التطورات في الاسكندريه. الامور عادت الى طبيعتها في المحافظه في منطقه المنشيه بعد ان هدأت الاوضاع تماما وانسحبت بعض التشكيلات التي كانت تواجدت عقب الاشتباكات وعقب احراق مجمع محكمه الجنايات عفوا. يعني هل احرقت اي اوراق مهمه في محل المحكمه للتامين؟ وتم تسيير حركه المرور وانتظمت الحياه، وان كان بعد الساعه 12 خفت حركه السيارات بشكل كبير، وايضا حاله الهدوء انعكست ايضا على المواطنين في المنطقه المحيطه بمجمع المحاكم بعد الاشتباكات التي شهدتها المنطقه بين عدد من المتظاهرين وقوات الامن. طيب احمد، والسيد مدير الامن الاسكندريه عبد الموجود لطفي قال انه ما اقتحم في المحكمه هو غرفه واحده وانه اعتقل 9 اشخاص، هل نعرف ماذا تم حرقه بالتحديد في محكمه مجمع المحاكم؟ ما تم حرقه طبقا لروايات عدد من شهود العيان هو 4 غرف في الدور الارضي في المحكمه. تم احراق عدد من الملفات وعدد من المنقولات داخل المكاتب، لكن اعداد قليله جدا من الاوراق شاهدتها امام المحكمه في الشارع. قوات الامن تحيط تماما بالمحكمه وتعذر دخول هذه الاماكن، وان كانت اثار الحريق على بعض الجدران واثار الاقتحام مثل عدد من النوافذ المقتحمه او محاوله عندما حاول عدد من المتظاهرين الدخول الى المحكمه من خلالها. لكن لا احد يستطيع ان يجزم ان هذه القضايا او هذه الاوراق هي اوراق مهمه من عدمه، وهو ما سوف تصدر عنه معاينه النيابه وعمليات الحصر التي سوف تجرى الساعات المقبله. شكرا جزيلا احمد علي من الاسكندريه، شكرا جزيلا لك. وبهذا نصل سادتي وسادتي الى ختام فقراتنا وسهرتنا هذه من الجزيره مباشر مصر. في ختامها ليس عندي الا ان اشكر ضيفي الكريمين اللواء محمد نور الدين مساعد اول وزير الداخليه الاسبق، شكرا لحضرتك. شكرا. والاستاذ احمد سيف الاسلام حمد الناشط الحقوقي والعضو السابق في المجلس القومي لحقوق الانسان، شكرا استاذ احمد. وشكرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه، ولكم تحياتي زين العابدين توفيق والى اللقاء.